في مؤسسة ميغيل ليول نشرت دراسة جديدة تقول إن مركب السيلوسيوبين الموجود في أحد أنواع الفطر قد لعب دور أساسي في نشوء العقل البشري وتطور هذا العقل. تشير الأدلة إلى أن البشر الأوائل بدأوا بأكل هذا النوع من الفطر قبل 5 ملايين سنة أو أكثر. هذا الفطر وتحديداً هذا المركب السيلوسيوبين، وهناك عشرات الدراسات الحديثة تظهر أن هذا المركب قادر ويحفز الإدراك البشري، لأنه ينشط ويزيد من الاتصال بين الشبكات الموجودة في المناطق الأمامية من الدماغ، وهو بذلك يساعدنا على فهم البيئة اللي حولنا، ومن خلال طبعا التجربة والتفكير واستخدام الحواس. طبعا هذا المركب موجود في الفطر بشكل طبيعي، محاولة من الفطر لحماية نفسه من الحشرات والطفيليات، لكن البشر وجدوا طريقة لاستخدام هذا الفطر. المادة هذه هي مادة مخدرة وأيضا طبعا سامة، وتؤدي وتسبب الهلوسة، لكنها حاليا تستخدم بشكل موسع في أنواع مختلفة كعلاج، يعني خاصة هنا في الولايات المتحدة. خلال السنوات الماضية في عدد من الولايات الأمريكية بدأت بالسماح ببيع هذا النوع من الفطر، طبعا في محلات خاصة وفي بعض الولايات فقط. ويعتمد أطباء النفسانيين يعني على هذه المادة أو على هذا الفطر لمساعدة بعض الأمراض وبعض الحالات، يعني مثلا حالات الإدمان الشديدة، الصدمات النفسية الكبيرة، بما أنه أيضا ينشط ويساعد على يحفز على الذاكرة. فيبدو أن الوعي البشري بحسب هذه الدراسة فعليا ناتج عن أكل هذا الفطر، فيما يقول كامبل أنه الوعي شيء أساسي في الواقع. يعني إذا أثبتت الدراستين اللي تحدثنا عنهن اليوم، قد يكون الواقع يا ريم عبارة عن مجموعة آلاف من الأجيال تهلوس ولا وجود للواقع أصلا. وهم وخيال.